مشاهدينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار أصحابكم فيها كوثر سراج من هيئة الإذاعة الإثيوبية من أديس أبابا. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبيا السيد دمك مكونن في مكتبه يوم أمس محمد عبد الرزاق وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، حيث ناقش الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأطلع دمك نذيره الصومالي على الأوضاع الحالية في إثيوبيا والمنطقة بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، وتقديرا للعلاقات الطويلة بين البلدين الجاريين. تعهد دمك أيضا بأن إثيوبيا ستبذل قصارى جهدها للارتقاء بالعلاقة إلى مستوى أعلى. ومن جانبه أعرب الوزير محمد عبد الرزاق عن تقديره لدور إثيوبيا المحوري في استقرار الصومال، وأضاف أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تجري محادثات مع الحكومات الإقليمية بشأن الانتخابات الإقليمية في البلاد، وذكر موقف الحكومة في فهم عملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي على أنها شأن داخلي لإثيوبيا، مؤكدا التزام الصومال بالجهود المشتركة بين البلدين في بناء وحفظ السلام في المنطقة. وبالمثل أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمك مكونن محادثات مع ألوك شارمان الذي ترأس مؤتمر كوبنهاغن 26 للتغير المناخ. وفق الوزارة الشؤون الخارجية فقد أجرى الجانبان مناقشات مثمرة حول مؤتمر 26 كوب للتغير المناخ الذي استضافته المملكة المتحدة في 28 من شهر يناير عام 2021. ومن جانبه أشاد الرئيس شارمان بجهود إثيوبيا لمكافحة ومنع تغير المناخ، وقال إن عمل إثيوبيا الناجح بشأن تغير المناخ والتزامها هو مثال تحتذي بها الدول العالم، مضيفا أنه يأمل أن تلعب إثيوبيا دورا رائدا في المؤتمر الذي يتم عقده في المستقبل. قال النائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمك مكونن إن الحكومة الإثيوبية تعمل في إعادة أكثر من 34,000 إثيوبي من المملكة العربية السعودية الراغبين في العودة إلى البلاد، وذلك بناء على الدبلوماسية المحورة على حقوق المواطنين التي تعتبر جوهرة السياسة الخارجية الجديدة في البلاد. جاء ذلك في تقديم وزير الخارجية دمك تقرير أداء الوزارة إلى اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والسلام بمجلس النواب. وقال دمك إنه تم القيام بعمل مكثف في مجال الدبلوماسية المدنية لإعادة الإثيوبيين الراغبين إلى الوطن أثناء الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19، وبحسب الوزارة فإنه تم تسجيل أكثر من 34,000 إثيوبي مقيم في المملكة العربية السعودية. وقال إن خطة إعادة 1,000 مواطن أسبوعيا ستبدأ قريبا، مشيرا إلى أن حماية كرامة المواطنين أمر أساسي للازدهار. وفي خبر ذي صلة، عاد 282 إثيوبيا إلى بلاده من السعودية يوم أمس الخميس، وكان جميع العائدين من الرجال. وكان المسؤولون من وزارة الخارجية باستقبال العائدين في مطار بولي الدولي للترحيب بهم وفقا لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية. أجرى الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة السفير تاياس كاسلاسي مناقشات مع إليزي براندي الأمينة العامة لحقوق الإنسان. وأثناء المناقشة أطلع السفير تاي الأمينة العامة لحقوق الإنسان على آخر التطورات بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في إقليم تيغراي، كما أكد على التزام إثيوبيا بالتحقيق في مزاعم انتهاكات الحقوق. ودعا الممثل الدائم تاياس كاسلاسي وكالات الأمم المتحدة لمواصلة الصراحة والشفافية في المشاورات. أعلنت وزارة الابتكار والتكنولوجيا بأن إدارة مدينة أديس أبابا ستبدأ بتوفير خدمة الإصدار رخصة البناء
ورخصة تعديل البناء واتفاقية التمديد والتخطيط من خلال موقع بوابة الأعمال الإثيوبية عبر الإنترنت. وحضر إطلاق الخدمة البوابة مسؤولون وخبراء من الوزارة ومسؤولين من وكالة العلوم والتكنولوجيا بإدارة مدينة أديس أبابا. وقال المدير العام لهيئة التنسيق والإشراف على البنية التحتية لمدينة أديس أبابا إن توفير الخدمات عبر الإنترنت لن يخلق بيئة مواتية للعملاء فحسب، بل سيساعد أيضا على خلق الشفافية وتحسين الأداء بشكل مستمر. وحث وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا الذي حضر حفل التدشين المؤسسات التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت على العمل بالتنسيق لتحقيق أهداف بوابة الأعمال الإثيوبية. أعلنت وكالة إدارة مخاطر الكوارث في ولاية بني شنغول قمز الإقليمية عن افتتاح مركز تنسيق لاستجابة الطوارئ في بلدة قلقل بلس لتقديم مساعدات فورية للنازحين. ووفقا للمفوضية الوكالة فإن الهدف الرئيسي لإقامة مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ هو تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة النازحين إلى موطنهم. وقال إن فريق العمل الذي تم تشكيله من الحكومة الفيدرالية والإدارات المحلية يعمل معا لتوفير استجابة فورية، وحاليا يتم إيواء 104,000 نازح في 12 ملجأ في منطقة متكل، ويتم تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية إلى النازحين في 7 مراكز. وأوضح مفوض لقسم الاتصال بالمنطقة من المتوقع أن تقدم فرقة العمل المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل المواطنين حتى 30 من شهر مارس عام 2013 حسب التقويم الإثيوبي. قال السيد وهيب ملونه عضو اللجنة الحدودية الإثيوبية السودانية في مقابلة حصرية التي أجرها مع وكالة الأنباء الإثيوبية إن إعادة تنشيط الآليات الحدود هو الخيار الوحيد لحل النزاع الحدودي الأخير في بين إثيوبيا والسودان، داعياً البلدين إلى ضرورة احترام معاهدة الحدود بين البلدين المتمثلة في الاتفاق المتبادل لعام 1972. وفي إشارة إلى التزام المعاهدة قال إن الدول وضعت آليات تشمل لجنة الحدود المشتركة واللجنة الفنية واللجنة الخاصة المشتركة فيما يتعلق بالزراعة والأراضي الزراعية. وأكد وهيب إن إثيوبيا تشعر أن القرار الثنائي هو أفضل مخرج بدلا من دعوة أطراف ثالثة، نشك في أن أطراف ثالثة تقف وراء هذه الخطوة السودانية وتعتبر بأنها نوع من الحرب بالوكالة، مضيفا أنه في ضوء علاقات طويلة الأمد بين البلدين يجب حل الخلافات بينهما سلميا. ووفقا له لا يمكن حل خلاف من جانب واحد لأن الأمر يتعلق بحدود مشترك، وعلاوة على ذلك فمن الممارسات الدولية أن يتم حل القضايا الحدود عن طريق التفاوض والحوار بين الأطراف المعنية. وأكد وهيب أنه قبل بدء أي مفاوضات على الجيش السوداني إخلاء المنطقة التي احتلها من خلال تهجير المزارعين الإثيوبيين حسب تعبيره. تم إطلاق جولة لدعم سد النهضة الإثيوبي الكبير تدوم شهرين بأكثر من 32 مدينة، ويقال إن الرحلة تعزز مشاركة المجتمع في دعم بناء سد النهضة الإثيوبي. ونظمت الحدث الذي سمي بنهضة السياحة منظمة إنقاذ التاريخ والثقافة والتراث الإثيوبي بالتعاون مع مكتب الوطني لتنسيق المشاركة الشعبية العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي. ووفقا للدكتور أرجاوي بريهي قال مدير عام المكتب وقال الدكتور أرجاوي بريهي مدير عام المكتب إننا إذا عملنا معا فيمكننا الوصول إلى أبعد الأفق بعد نهاية السد. وقال إن البلاد بحاجة إلى حشد معارفها ومهاراتها وبطولاتها.
عقد المنتدى الاستشاري الإقليمي للولايات الإثيوبية المجاورة في شمال غرب إثيوبيا في مدينة بحر دار تحت عنوان حسن الجوار من أجل ازدهار إثيوبيا، ويهدف المنتدى إلى بناء نظام فيدرالي حقيقي وبناء مجتمع سياسي واقتصادي موحد بشكل يمكن للولايات الإقليمية من العمل معاً من أجل تحقيق السلام والحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وجاء في المنتدى أنه ينبغي أن يتمتع جميع الإثيوبيين بحق المشاركة في شؤون البلاد على قدم المساواة والعمل معا من أجل المصالحة العامة للشعب. كما تم التأكد أثناء المنتدى على تغيير عقلية القادة السياسية على جميع المستويات حتى يتم احترام حقوق جميع الإثيوبيين والعيش في سلام أو في أي منطقة من مناطق البلاد. وخاطب المنتدى رئيس المجلس الفيدرالي آدم فرح قائلا إن القادة في الأقاليم المجاورة في غرب شمال البلاد يجب عليهم وضع حلول في أسرع وقت ممكن لمنع المجزرة والتهجير التي تحدث لمواطنيها في هذه المنطقة. وقال إن هناك حاجة إلى الالتزام السياسي والأخلاقي ومهارات قيادية مشتركة، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل الدستور من خلال المشاورات العامة. أجرت مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية وشرطة جيبوتي الوطنية مناقشات حول سبل مكافحة الجرائم العابرة للحدود. واستقبل المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية دملاش جبر ميكائيل مدير الشرطة الوطنية الجيبوتية العقيد عبد الله عبدي فرح في مكتبه بالعاصمة. تفاصيل أوفاء في تقرير الزميل عبد الرحمن أمين. استقبل المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية السيد دملاش كبرا ميكائيل مدير الشرطة الوطنية الجيبوتية العقيد عبد الله عبدي فرح في مكتبه أمس الخميس. وقال المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية السيد دملاش كبرا ميكائيل إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع جيبوتي لافتتاح المكاتب، مضيفا أن ضباط الشرطة من البلدين سيكونون قادرين على العمل بالتنسيق معا. وناقش الجانبان سبل تنفيذ عملية مشتركة من خلال تشكيل قوات أمنية مشتركة لمكافحة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال والنقل الغير مشروع للأسلحة النارية والإرهاب والجرائم الأخرى. ومن جانبه شكر المدير العام للشرطة الوطنية الجيبوتية العقيد عبد الله عبدي فرح مفوض الشرطة الفيدرالية الإثيوبية السيد دملاش كبرا ميكائيل لمشاركته رؤيته المشتركة لمنع الجرائم العابرة للحدود. وقال إن مؤسستي الشرطة في البلدين ستقويان تعاونهما بشكل أكبر وستنشئان قوة أمنية مشتركة على الحدود. بالإضافة إلى ذلك، قام ضباط شرطة من كلا البلدين بزيارة معسكر للكلاب البوليسية تابع للجنة الشرطة الفيدرالية في منطقة إنتوتو بأديس أبابا. وصرح المفوض العام للشرطة الفيدرالية السيد دملاش كبرا ميكائيل بأن دور الكلاب البوليسية مهم جدا لمكافحة الجريمة، مضيفا بأن مفوضية الشرطة تعمل جاهدة لتعزيز وحدة الكلاب البوليسية. وقال إنه تم إجراء الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل الاختتام الناجح لقمة الاتحاد الإفريقي القادمة في إثيوبيا من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لقيادة المهمات الأمنية. ما زلت واصل قراءة نشرتنا الإخبارية من هيئة الإذاعة الإثيوبية من أديس أبابا. في مقابلة حصرية أجرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي قسم اللغة العربية مع السيد خالد علي كرم الله، قال بأن الخلافات الحدودية الموجودة هي سوى سحابات عابرة والعلاقات الثنائية بين إثيوبيا والسودان علاقة وطيدة وأزلية. نحن الأشياء تجمعنا أكثر بكثير من التفرقنا، يعني العلاقة بين الشعبين علاقة متفردة، علاقة وطيدة، ويعتبر أنا بحتبره شعبي واحد. فالأشياء اللي حصلت في الأيام الأخيرة، يعني أنا دائما أقول لهم دي سحابة عابرة بين السودان وأثيوبيا، مشاكل إن شاء الله يعني ستجد طريقة للحل. وأنا من هذا المنبر يعني أدعو يعني إلى قيام ملتقى
حوار أو مؤتمر للحوار المشترك بين الشعبين، يعني تدعو له السفارة السودانية في أثيوبيا والسفارة الأثيوبية في السودان، يختاروا ناس من المجتمع السوداني والمجتمع الأثيوبي ويعملوا ملتقى كبير، يختاروا له أديس أو الخرطوم. هذا الملتقى يعني يكون فيه كل ألوان الطيف، ويجلسوا في هذا الحوار يتناقشوا ويصلوا لحل مرضي، لأن المحبة موجودة بين الناس، وتنبثق من هذا المؤتمر يعني لجنة، تكون لجنة يعني غير لجنة مؤقتة، لجنة مستمرة. هذه اللجنة تكون لجنة دائمة مشتركة من بين البلدين لحل أي مشكلة تحصل في المستقبل، بل ليس للمشاكل، لتوطيد العلاقات بين البلدين. وإن شاء الله من خلال هذا المؤتمر الجامع نقدر نحل المشكلة في وقت وجيز وبدون مشاكل، لأنه المشكلة ما ترقى لأنه الناس يصلوا لحرب. يعني إن شاء الله ما حتكون في حرب، ونسأل الله أنه ما حتكون في حرب بيناتنا، وكل شيء إن شاء الله مقدور عندنا الحمد لله، يعني في البلدين حكومة متفهمة للوضع ومعارفة حب الشعبين لبعض. كما دعا السيد خالد كرم الشعبين التمسك بالعلاقة الثنائية القوية وعدم الالتفات إلى أي شيء يعكر صفو هذه العلاقات. يعني أي إنسان في الحياة دي عنده من يحسده أو من يعني ما يتمنى له الخير، وحقيقة يعني السودان وأثيوبيا العلاقة القوية بيناتهم إن شاء الله ما تخلي أي طرف آخر يأثر عليهم. حقيقة يعني في جهات وفي ناس بيحاولوا يصطادوا في الماء العكير ويأثروا في العلاقات بين البلدين، لكن نحن عايزين أولا الشعبين عليهم التعويل الأكبر، الشعبين يكونوا حريصين جدا جدا على هذه العلاقة، وما يخلوا أي شخص غريب يدخل بيناتهم أو يعكر صوف هذه العلاقة. فالشعوب إذا تماسكت هي الحل وهي الأصل في القضايا دي كلها، والناس ما يسمعوا لقاويل ولا يجروا للشائعات، ويتمسكوا بتقاليدهم وعاداتهم وقوتهم ومحبتهم، وإن شاء الله سيلقوا نفسهم في بر الأمان بإذن الله. من أنبائنا العالمية، أظهرت تجارب بريطانية واسعة النطاق أن لقاحا جديدا لمكافحة فيروس كورونا طورته شركة نوفافاكس فعال بنسبة 89.3%. وقال فريق ووس والش محرر الشؤون الطبية لبي بي سي إن لقاء الشركة نوفافاكس يعد أول